السلام عليكم متتبعين قناة حبيبتي ليدي. اليوم ان شاء الله وبإذن الله نشوفوا طريقة تحضير غراتان اللي تيجي رائع واقتصادي، نقدروا نحضروه لوجبات الغداء او للعشاء وتيجي سهل وروعة. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نحتاجو 3 البصلات، شوية ديال الهريسة، قطع ديال اللحم المدخن، شوية ديال الربيع، وقطع ديال صدر الدجاج. وغادي نحتاجو ما يعادل تقريبا ما بين 900 حتى الكيلو ديال البطاطا. بسم الله على بركة الله. غنحاولو اننا نقطعو البصلة قطع صغيرة مكعبات صغارين بهذه الطريقة. البنات هنا تكون البصله حمراء او بيضاء او خضريه، مهم اللي توفر عندكم في البصله غادي نخدموا به. بنفس الطريقه غناخذوا البطاطا حتى هي غنقطعوها مكعبات صغيره. مقلات غنوضعوا شويه ديال الزيت، وهنا حاجتنا بالزيت حتى يسخن لينا مزيان عاد باش غادي نشحروا فيه البصله. من بعد ما ترتاح لينا البصله عاد باش نضيف التوابل، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم ومن اختياري تيبقى الخرقوم، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الثوم بودره، وشويه ديال الملح. شويه ديال سكينجبير، شويه ديال التوابل ديال الدجاج. تنشحروا البصله مزيان وتناخذوا كاسرونه تنوضعوا فيها شويه الماء، وفي نفس الوقت تنديروا بطاطا تسلق مع معلقه ديال الخل وشويه ديال الملحه. من بعد ما هبطت لنا البصله مزيان تنوضعوا القطع اولا المكعبات ديال الدجاج اولا ديال الصدر ديال لاداند اللي توفر البنات عندكم، تنخدموا به. تنضيفوا له شويه ديال الهريسه وشويه ديال الربيع، قزبر معدنوس، وتنخلطوا هاد العناصر مزيان من بعد ما طفيت عليها البوطه. تنضيفوا قطرات ديال الحامض، فهاد الاثناء تناخذوا صينيه اولا لاطاي ولا طوالي تدخل الفرن تندهنوها بشويه الزيت وتنوضعوا فيها البطاطا اللي تسلقات. هنا البنات انا فضلت ندخلها الفران ولكن تقدروا تقليوها، من الاحسن البنات نحاولوا اننا نقصوا شويه ديال القليان باش تكون الماكله ديالنا على الاقل واحد النسبه تكون صحيه من الاحسن. تنضيفوا لها شويه الابزار، شويه ديال الثوم بودره الى توفرت، فتوفرت البنات نخدموا بالدروس ديال الثومه طبيعيين نديروهم مع البطاطا يتسلقوا ونخدموا بهم، ندخلوهم حتى من الفران ياخذوا ديك يتقرملوا لينا ونخدموا بهم عادي البنات. تنضيفوا شويه ديال الكركم وتيبقى اختياري ولكن من الاحسن يكون البنات الماكله ديالنا تكون صحيه، شويه ديال البزار، شويه تاع الملحه، وتنخلطوا هادشي وتندخلوه الفران مسخن على 180 درجه، عافيه شعله من الفوق ومن التحت، وتنخليوه حتى تتقرمل لينا تقرمش لينا البطاطا ديالنا مزيان وتحمر عاد باش تنخدموا فيها. فهاد الاثناء تناخذوا كاسرول وتنوضعوا فيها شويه زبده، يعني تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزبده كبارين، وغادي نضيفوا لهم الدقيق. هنا غنوجدوا صلصه البيشاميل اللي البنات كلهم تبارك الله ما شاء الله تيعرفوها، اولا البنات اللي ما تتستقلهمش اولا اول مره غيستعملوها المبتدئات، تناخذوا 3 المعالق ديال الزبده تنوضعوا معاهم 2 المعالق كبارين ديال الدقيق يعني ما يعادل 3 المعالق اخرين ما عامرينش مزيان، وتنحركوا مزيان حتى تنحسوا بداك الدقيق دخل لينا فيه الطياب عاد باش تنبداو نضيفوا الحليب بالتدريج.
ودائما مع التحركه البنات هنا لاصوص بيشاميل تيبقى لكم الاختيار في التنسيمه ديالتهم. تقدروا تنسموها بالثوم بودره او لا بنواد موسكاد شنو نقولوا لها الجوزه البنات مشات لي السميه مي الجوزه تناخذوا شويه تاع الجوزه وتنسموا بها هاد لاصوص بيشاميل تنضيفوا شويه الملح وشويه البزار اللي ضروريين وتنسموا اما بالثومه اما بالنواد مسكاد يعني الجوزه البنات وتجي رائعه. تنضيفوا لها الحليب الكميه اللي بقات لنا وتنستمروا في الترحيلات. الا بغيناها تكون خاطره ما تنحركوهاش بزاف، الا بغيناها تبقى مطلوقه تنحركوها وتنخدموا بها حيت قد ما هي ملي تنطفيو على البوطه تركناها على جنب تتزيد تختار لنا لاصوص بيشاميل. من بعد ما وجدنا الصلصات البيشاميل تناخذوا المول ديال الكاطا، اي مول البنات اللي بغا اللي عندكم وتوفر لكم وتيدخل الفرن تقدروا تخدموا به، ميم تقدروا تخدموه البنات بصينيه ديال الفرن راح تيجي فيها الكاطا غزال. تنوضعوا شويه ديال لاصوص البيشاميل في القاع ديال المول من بعد تنضعوا واحد الكميه ديال البطاطا اللي خرجناها من الفرن، وهنا البطاطا البنات تقدروا تزيدوا فيها حتى الهريسه تتجي زوينه بالنسمه ديال الحار تتجي رائعه بحال البوتيتوس اللي تناخذوها من المحلات الكبرى بثمن بايض راه تتجي رائعه البنات. زيدوا فيها شويه تاع الهريسه وخليوها تحمر في الفرن راه تتجي روعه. نقدروا نعطيوها لوليداتنا بهالطريقه تياكلوها وتتعجبهم بزاف عاد. من بعد ما وضعنا طبقة ديال البطاطا تنوضعوا طبقة أخرى ديال صدر الدجاج أو صدر ديال لدان اللي مقطع مكعبات وتنوزعوه بطريقة متساوية. تنعودوا نديروا نضيفوا طبقة أخرى ديال البطاطا لاحظوا البنات ان راه ما تنستعملش بزاف المواد الاصطناعيه يعني الملونات الغذائيه وهذا من الاحسن نستعملوا اي حاجه طبيعيه. هنا كانت عندي واحد الباكي ديال اللحم المدخن تنقطعوهم مكعبات وتنضيفوهم حتى هما الى توفروا، ما توفروش تقدروا ما تستعملوهمش البنات تكتفيوا غير بالبطاطا وبلادان. تنضيفوا طبقه اخرى ديال اللادان من الفوق وتنوزعوها حتى هي بطريقه متساويه. انا هذا خرج لي هاد الكميه اللي وريتكم البنات خرجت لي هاد المول الكبير وثلاثه ديال الليمون الصغيورين اللي غادي نوريهم لكم كيفاش تيجيو يعني تيكونوا فرديين حتى هما تيجيو رائعين. الى توفروا لكم ليمون في الدار تقدروا تخدموا بهم تيجيو غزالين. تنضيفوا كميه اخرى ديال البطاطا من الفوق وتنوزعوها بنفس الكميه بنفس الطريقه عاد باش تنضيفوا شويه تاع الفرماج محكوك. هنا اي نوع ديال الجبن البنات تقدروا تخدموا به ماشي بالضروره ان جبن معين هو اللي خاصنا نخدموا به، يعني المتوفر عندكم في الدار تقدروا تخدموا به ولا ما كانش تقدروا تستغناو به وتعليه او تخدموا غير بالصلصه البيشاميل اللي باقا عندكم متبقيه. تنوضعوها وتنحاول انني نوزعها على المول كامل. لاحظوا البنات راني خدمت بها خاطره غناخذ معلقه وغنحاول انني نوزعها على المول مزيان. من بعد نقدروا نخليوه حتى وكان بغيو ناكلو او نبغيو نقدموه عاد باش تندخلو الفران يتحمر ونخرجو. هادو هما المولات اللي قلت لكم فرديين تيجيو رائعين تيجيو غزالين. وهذا هو الطبق ديالنا اللي وجد تيجي رائع وتيجي لذيذ وسهل واقتصادي. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله انكم تجربوه. اللهم إن هذا بفضلك ومن فضلك فاللهم أدمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى الملتقى إن شاء الله بإذن الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.